من جانبه أكد عبد الله المري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد أن بلاده تعمل على خلق رابطة للعديد من المشاريع والتجارة من خلال عملية مستمرة تجذب العديد من الدول، لا سيما في ظل العلاقات التجارية التي تربط دول مجلس التعاون مع بلدان العالم. الإمارات ليست مركزا بل هي حلقة وصل بين الشرق والغرب، والرابط التجاري هو ممر قد تم بناؤه للاستفادة منه. إذن لنعود إلى 50 سنة ماضية في دولة الإمارات عندما بدأنا الموانئ البحرية والمطارات في الثمانينات والتسعينيات. اليوم الإمارات هي مصدر للعقول في تجارة الموانئ من خلال الجو والبحر، ونحن نخلق رابطة للعديد من المشاريع والتجارة من خلال ديناميكية تجذب العديد من دول العالم. لدينا علاقات تجارية تتخطى العلاقات الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع بقية العالم، وهذا عامل مهم جدا لأن دبلوماسية قيادة دولة الإمارات تعمل كمحرك قادر على تعزيز التعاون مع دول العالم.